السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة استثنائية اليوم خاصة بالفلاحة. اليوم العالمي للفلاحة. احنا كان سي مصطفى ضمننا باش نقادوا ليه واحد الزريده، جا عندنا الدار وصار الدار عجباتو، هو قال سيدي خاصكم تصايبوا ليه بحال هذه، قلنا ليه مع الراس والعين. وحنا دابا خدامين كنقادوا ليه داكشي ان شاء الله، نوجدوا ليه باغي يدير الخضار بيو، باغي يدير البطيطات، باغي يدير هذه بلاصه ديال البيو هذه، ديال البيو ان شاء الله، بلاصه شي حاجه اللي وراه هذا هو الهدف. لاش بغينا نديروها؟ بغينا داك الشيء يكون طبيعي أورغانيك. انا مصطفى راه بحال مصايبه مهندس. لا راه مهندس مهندس مصايبه. وانتم كتشوفوا ان موسى راه ماشي غير طباخ، وفلاح راه كذلك فلاح. ما تنسى مصطفى، واش داك الشيء هو هذاك ولا ماشي هو هذاك؟ قول لي اسمك. لا تبارك الله عليك، غادي مقاد نديروا الغاز، غادي تولي حاله اخرى ان شاء الله باذن الله. ياه حنا كنوجدوا في التربه دابا، نوجدوا ترفيع الشميشه ان شاء الله باذن الله، استوردوا الزريعه من المغرب دخلنا. الاسبوع الماجي غادي نمشيو نتقداو ان شاء الله. ومع سيدي المهندس الفلاحي، هو العربي من هنا حتى للعنق. ولا هو الخبره راه عندها دور. كل واحد مختص في واحد المجال، كل واحد ومجاله. حنا عندنا الهوايه ديال الزريده وديال الطبخ. نعم عنده خبره يجمع الكازول، الزبال داكشي راه كيجمع. وحسن حسن رافين ما حطيتيه، حسن رافين ما حطيتيه ديما موجود. جاب لنا العود، ها هو هنا فين كان قادوا العود ان شاء الله، حتى هو راه عنده واحد الخبره كبيره في هذا الميدان هذا. نعم هو في البرنوصي ما كانش عندهم فلاحه بزاف. لا ما عندهمش فلاحه تما، ماشي وسط فلاحه، هذوك سوق احمر، هذوك سوق احمر. فلاحه كانت فلاحه كانت البرنوصي اللي ما كيعرفوش، راه ما كيعرفش الفلاحه. كانت سيدي مؤمن، سيدي البرنوصي، كله فلاحه ونعناع. البرنوصي كله فلاحه وحده، هو حقيقة كان كله فلاحة في الأصل. نعم ديال المطيشة، ديال البطاطا، ديال نعم ديال كل شيء. نعم. أي صديق يتواجد هنا في الديار الأسترالية يطلب منا المساعدة، ما كنت مرحبا. مرحبا. مرحبا بي، نجي نساعدو ونقادو لي شي حاجة إلا بغاها. مرحبا. هذا جميل. نعم. حنا خاوة خاوة بلا بدون مقابل. نعم. أنت دوزا كيتكلا من واحد العتلة هي فيها شي متر ونص باش ما يضرش الدار. وكاين واحد القادو مخرى صغيره هذيك، وهذاك السلاح ديال من هذاك السلاح؟ السلاح ديال موسى. السلاح ديال موسى، موسى ديما جاي مسلح. الكرباشه ديال الباترون، الباترون صوبوني. وحسن عنده اليمنى، حسن علي اليمنيه صوبوني. والريدبول. والريدبول. هذيك بوحدها. سي حسن جمع هاد البركه، الله يرضي عليك. الله شكرا على الله. الحبيب قال لك لحقيتو المغزل. حنا ما تابعنا. هذا هو التراكتور فارغيسون. نضرب العربي. كتعرف النوع ديال فارغيسون؟ هذا هو فارغيسون مانيال. بعد من الحديد اللي خرجوا لنا الجيران نسي هيدا، هذيك راه كاينه المصطلح في الباب على السلام. هذا من الخاشه مثلا الاخر العربي ونقل هذا الشيء. لا لا سهل. صراحه العربي كيعبرها. شوف راه موالف انت، راه خدمت انا بهذا. هرس هرس اضرب وهرس اضرب وهرس. هرس هرس. الله سير مع الدوره واجي مع الفار هنا. سير واجي جي مع الدوره. الدوره شد كاع Thank you.
الصيد. مزرعه مزرعه. لا واش راه شي خدام ودور عليه الكرياج وقال لي ممنوع الصيد. اش غيصيدوا؟ صيدوا. واه صح ورينا داك الشيء مع الحبويتين. خلي المعلميه يسموه تيت، شري المعلميه البنايه والفلاحه زالوا تيت. ويلي العباد هو. انا سيدي هادنا ها هو منعنع تبارك الله. لا هي هذيك مزيان شفينا. اول معلم قال بحزم ندير ندير حزم السلامة. انت في السيجار انت هذيك مصطفى الحلاوه ولا هي هي راه سي مصطفى. نعم الحلاوه هو شويه 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 ما كاينش عندك ميزان كداك الشيء. هذا هو الدوزينه والحصيره المغربيه. لا هذا راه لا سانتير نوار في الفلاحه. الفلاحه اش كتخربق عليا انت؟ حنا من سنه تبارك الله الله يصلي على النبي. ما عرفوش هو لا سانتير نوار في الفلاحه. يعني موهبه ديال الزرع ديال الفواكه ديال الخضار ديال الفواكه ديال يعني موهبه موهبه كتكون عند انسان موهبه في ذلك ما يحيد لي حتى واحد. واحد لوحة مهمة كاين يعزي. هاد الشاي منين جاي؟ هذا الشاي صيني ولكن التعميرة ديالها تاهي مغربية. مغربية. الشاي صيني. واش شقا عليه دابا؟ مغربية. دايرة في المغرب كيجيبو من الصين. معقول كاين. التعميرة دبكولية. دابا هذا السي مصطفى. الغدا ديال الخدامة. رفيسة. تحياتي السي مصطفى. رفيسة. انتوما تقولوا ديال أستراليا. السي مصطفى تبارك الله داير داك الشيء أكلة مغربية. درت واحد النهار رقيق ما عجبكش. ومرحبا بكم السي. الله يحفظك.